بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر، بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر. هذه اخرتها، هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والاخوه اللي بيننا وبينكم. لم يكن مشهد معمر القذافي مستغربا على قطر وسياستها. الرجل الذي كان مقربا من امير قطر السابق حمد بن خليفة، وارسلت قطر بعدها قائد قواته الخاصة لقتله، فلطالما كانت هذه هي سياسة قطر، سياسة الحليف الخائن. يتحرك أميرها بترحاب واستقبال حافل للزعماء، لكنه ما يلبث أن يدبر المكائد لتدمير حلفائه السابقين. جميع المعارضة يعني لنا علاقة معها، وفعلا احنا اكثر دولة سببت ازعاج السعودية. شوف اللي نصير مع السعوديين الناس اللي ما عندهم كرامة، مصر والأردن وبالذات مصر. سياسة لم تتبعها قطر فقط مع الدول العربية والمنطقة، بل كانت سياسة دائمة حتى مع الغرب وأمريكا. فحينما كان يسافر حمد بن خليفة إلى أمريكا للقاء أوباما ويدفع الملايين لقواعد أمريكا العسكرية على أرضه، كان يصفه بوصف عنصري ويقول عنه إنه عبد تافه. البيكي لما جاكم ايش قال لكم؟ الله يلعنها يا أخي، انت ليش تبنيني بالعبد؟ صدقت والله صدقت يا أخي، هذا تافه والله يا معمر، هذا تافه. يعني بقى فقط مكان كان مطلوب اني اقوم احبه على راسه على اساس يوافق. فهذه هي سياسة قطر منذ حمد بن خليفة، وحتى جاء ابنه تميم بانقلاب ناعم وعاد العرب ولجأ الى الاتراك للاستقواء بهم، فقاطعوه حتى يتوقف عن دعم الإرهاب والتطرف والتوقف عن السياسة التي بدأها أبيه.